إلهي قراك وقل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مسؤوليتك ووادك صار يعني وعن نفسك آخر قف والبكاليدي بلا سوتاقية قف والبكاليدي بلا سؤالة لويدينية مسؤوليتك ووادوحك ها صار انت مركا نفتاض ماشا إنو دقلنا هاي وأردول في تنكا يوحيابا وقفك الدين تحرير مريا أما هالنقطة شبه الدين تيساكا قالا يمد مدو لغا أفوفا أما هالنقطة شهوات نفسي يوحيابا ها نفت بن آدم كأنبياء واستعماله لبدا باي آدقو بدني تريد ميل والبلا بدا رواي يالين تريد ما تقول نور هاي ميل والبلا يالين لكن مغنيت يوتكو ذا كلا بغنو ميل با انت اي كل يجيل با انت كلا كبغن لكن ميل عن مشكلة دو ما تريد اغلين تريد اغلين صفري ده بها غير اللي سيتون با با وحبا كوشيران هادا هذا كرتا قف ودنا ذا مسلمين تتحدى إذا دقنوا الدين لأن يكون عضي السبب تنايد هاي باقك ما كان خلوا قدر لأن هاي ميل والبدك طوات هذا لكن ميل أعوام بان هليسا إيا الضد كوكو حيران إيا مسلم إيا كالجر إيا دقن إيا الضد كاقدو إيا مساجد إيا ميل لغو عبادستو ميل وحاسا كو يرقو وكلا كو بضل النبي عليه الصلاة والسلام تلمام يا وقت بادتك كو إيمان دونا سيأتي يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض عن الجمر وقت نقول دونا نك الدين تسحج استيقو صبرا سدين نروح الضبا هيا وكلا سيما مركي بيئة نغطو بيئة آد كاغا تربضا ديغان آد كاغا حوق بضن إلهي لمرك ورب قرآنك وحقوت المامة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله تذكر الدنيا كل نوريته وذا بغان هدالك بشو إلهي جيت كيسي كاهم بنيا تامعن هي الوحوة يبقى على مضوح لها مركز تا أهل باطل كوين يترى بذي عموما مركز الله إيه وكام هل لأنه قفك مسلم كي هل كان شوغا مسؤولية كوادة سارين وحوة يعني ديتي سيحي جستو أو دين تيسا تطلع كي عسوبية مسألة دا والسكول دفريد قليل شري ديب هلو هجرو دا لورن شري مشان هلغا تقا لورن شري لكن بعد برهة من الزمن وقت مكي لقاري وحوالي بوا سؤال دبعين وسؤال دبعين وسؤال دبعين والخفيفي والخفيفي وحل سؤال قاري حتى يذي الليلة بو وكي تطلع كي يبنا وحام سعود نحن لا يوفي لها هلا نغضو حضراتك وحلقة بيضة باب الهجرة وبضنائه لكن مركي الله اسكرا قبصة داي حميه با عادة دا كبيري نرشي با سي بنتي ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى قرانك وحقك ورمي بلشوين نغا يرغوه الرئيو تسالة لينو غدي حكم دا بلشة داي نبي إسرائيل كو أبتر ستير برشيدة يهودين إلهي وحكا ورمي تاريخه هدي وحكم ده ساوغيد با إلهي وحليه وقطعناهم في الأرض أمما وأنو كلب بروك لبقوكو إنو بروك لوسي داي محا مركا صوبحي إلهي وحليه منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون رودا لك الفرديين دد وانا اكسن با كتر با الهي رصالحين وحكا لو كتر كوة كوة كسوكاية وحنكو يتحان با الهي لها الحسنات والسيئات لبضبا بل إنا ينسو نغضان مشاكلات ربا دنبا لمريي اما نمعوين ربا دنبا لمريي لعلهم يرجعون با الهي كوة هراء الهي وحط المامي كوح لو امركا كدن بيسي كوح دا كدن بيسي وامحي وكوح دين تنافق كشيغته نقا قدره وخلاف سيه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى
ويقولون سيغفر لنا كوا واحد نحلي بها إلهي لكوا كره أو كتاب نحلي انت بضم وفق مبادئ إذا ديك يدعانك يهنتدو كغشو وكوا ذات كادا وحيابا ونحلك إساقا هلايا إساقا وحبك قلنا أكتي سحوكم أيشا إنه الدين كمان من هندتي وحكا قلنا sahabadi iyo dadkii la noocay oo u dhintay oo soo dagaalamay ay ku adkayd way ninkaasi naf iyo nafis buu siistay hantidii si xoolihiisi wadankiisi wixii siba diinbu ku iibsaday saa ugeedanay diini si fudud uga tagta ma ogoleen laakiin ninka iska dhaxlay aabihii hooyadii ka dhaxlay gruubkan waxa la leeyahay waxay doonaysay sameeyaan bay idhaahdaan sayugfaru lana insha allah ilaahay baa dambigayga dhaafi doona waa dhab ilaahay dambiga uu dhaafaa laakiin ma dad dambi dhaafu in dambiga loo dhaafo ay ka dhabtahayba waa maya way yatihim aradun mithlahu yaakhudhuu ba ilaahi mar kale haddii haddana wixii ku soo baxaan mar kale haddana waa iska sii sameeyaan ba alla leeyahay subxaana wa tacaala ilaahay kuwa wuxuu leeyahay alam yukhadh calayhim miithaaqu lkitaab allaa yaquulu cala allahi ila alxaq kuwan miyaan laga qaadin ballankii alleh ee ahaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan xaqahay inaanay ka sheegin miyaanay daraasaynin kitaabka alle miyaanay ogeyn in daar aakhira ka dambayso wadaaru laakhiratu khayru liladiina yattaquuna falaa tacqiluun ilaahay marka uu labada qisaba inooga sheegay dad wanaagsan iyo dad xun baynay ahaayeen kuwii wax dhaxlay siday u dhaqmeen ilaahay ka warramay ayaa ilaahay wuxuu ka warramayaa waxaynala gudbooni markaa wuxuu yahay والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وكتابك حجستة كتابك القرآن كي يلسل دجيك وحجستة السلاة دوهوغا أجر كودل من مين نبا إله إليه سبحانه وتعالى أيها الأحبة قفك مسلم كأمرك وحصارن كوات وإنقاذ نفسه maalinta qiyaamaha uu ilaahay hortegi doono naftiisa inuu badbaadiyo inta badan waxay idhaahdaan jiilka ugu horeeya ee meel yimaadaa culaysku ku dhacaa hadday laakiin jiilkaasi noqdaan jiil kartidii loo baahna la yimi kuwa dambena way badbaadaan hadday faca hore noqon waayaan facii loo baahna kuwa dambena waa lumaan islaamku nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi baa dhul gaale joogtay ka bilaabay maki dhul gaaleed bay ahayd madiinana dhul gaaleed bay ahayd dhul gaaleed bay ka bilaabeen laakiin jiilkaasa wuxuu ahaa facaasa wuxuu ahaa fac oo gol culayska inuu xambaaro badaa alislaamu ghariiba wasayahuudu ghariiba fac gurbada aqbalay inay faydaan bay ahaayeen waanay faydeen فطوبى للغرباء من نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام هدي لك يفع هو رؤو جلعه أو لبع لبع نغضه جيلك نحل يا محو صباح يا مركا سنوى كسي منزله حسينية مركا إلى الأسوأ أبا يوسي سعرسة حق هو سيوسي سعرسة جيلك هو رؤو نلوش ميشا كبلابا يهدو جيل حوقن oo diintooda ku xoogan xoo kale kama warramayno jiil diintooda si dhaba u haysto minti ku ah hadduu yahayna kuwa dambe way badbaadin karaan walidaalik baa ilaahay leeyay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum waashadda tathbiita hadday samayn lahaayeen baa ilaahay leeyay wixii lagu wacdinayay saasaa u khayr badnaanahayd baa ilaahay yihi subxaana watacaala saasaana sugitaanka inay xaqa ku sugmaan adkaan lahayd baa rabbi ilaahay subxaana watacaala haddaba waxaan leenahay waajib alawal almuslim almuqtarib saarani wuxuu yahay caqiida quman inuu yeesho diintiisa inuu barto oo garto ilaahay rumayntiisa aakhira rumaynteeda malaa'igta rumaynteeda kutubta rumaynteeda rususha rumaynteeda alimaan bilyowm alaakhir bilqadari khayrihi wa shari waxaba inuu barto ijmaalan oo qudhan maaha markaad halkan joogto waayo shubahaadka kugu badanaya shubahaadka da waxaa diinta kaa shaki gelinayaa badanaya saa daraaddeed waa inaad macaadilatiha si xooggan inaad u baratay weeyaan
si xoogan inaad u barato.